اليوم ان شاء الله الزوجة غادي نتكلموا على الاعراض ديال الحسد او العلامات ديال الحسد اللي كيظهروا كي الناس وكيسحبوا راسهم انهم مرض بامراض مثل السكري او السرطان فبقى معنا في هذا الفيديو هذا وما تمشي فيه اليوم ان شاء الله عز وجل غادي على الحسد والاعراض ديالو وحتى على العلاج ديالو بالنسبه للحسد الانسان باش كيحس من علامات الحسد وهو التتاؤب التتاؤب خصوصا في وقت في الصلاه خصوصا في الصلاه الانسان ملي كيكون كي كيصلي كيبقى كي يتاوب بزاف كيبقى كي يتاوب التتاؤب التتاؤب من اعراض الحسد وكذلك من اعراض العين التتاؤب العين والحسد التتاؤب من العين والحسد وخصوصا أثناء الرقية فإن كان التتاؤب عند الرقية الشرعية عندما تفعل أو عندما تعمل رقية شرعية وتكثر أو كيجيك تتاؤب فاعلم بأن عندك عين أو إذا كان التتاؤب بدون رقية فهو حسد وثالثا وهو الدموع دموع بدون سبب إنسان كيكون جالس أو كيكون جالس في مكان في مكان ما فكيبقى الدموع ديالو بوحديتهم ما عنده حتى شي حاجه كيبقى دموع ما عنده لا مرض ما عنده لا صداع في الراس ما عنده لا الم ما عنده حتى شي حاجه ما كيحس غير الدموع كيهودو بوحديتهم هذه هذه علامه من علامات الحسد ويجب على الانسان ان يسارع في العلاج في اقرب وقت ممكن رابعا البكاء بدون سبب هناك هذه العلامه هذه كتكون عند من كتكون عند النساء بزاف كتكون عند النساء وخص النساء انها تناول بعض الادويه ماشي تناولت بعض الادويه خرج لك الطبيب شي حاجه دوزتي خرج لك الطبيب شي حاجه تناول الادويه ومع ذلك استمر في العلاج الرباني استعمل في الاستعمال الادويه اللي عطاك الطبيب ماشي مشكل لكن الطبيب عارف شنو عندك من, من في الجسد ديالك تبع الادويه اللي عطاك لكن تعالج بالقران كذلك ما فيها باس تقرا على, على نفسك المعوذتان وصوره الاخلاص والفاتحه تقرأهم على نفسك أو تقرأهم على كوب من الماء وتشرب من ذلك الماء يوميا وتغتسل منه خامسا وهو إسفرار الوجه إسفرار الوجه مش غادي نقوله أنك رافق فقط الدم فالإنسان كيولي إسفار وجهه بزاف فهذه من أعراض الحسد فالله عز وجل يقول حسدا من عند أنفسهم ومن شر حاسد إذا حسد هذا هو الإلج الحسد وهو صورة الناس صورة الفلق والناس صورة الفلق والناس من شر حاسد إذا حسد سادسا وهو فقدان الشهية سادسا فقدان الشهية الإنسان ما يأكل بزاف الإنسان كيقول يقول أنا راه مريض أو لما بقاش كناكل بزاف وما كيعرفش أنها مناش من كتجي هذيك أنا ما يأكل بزاف كتجي من الحسد أو كذلك من العين العين عندها عندها بزاف ديال الأعراض والحسد كيتشابهو كي بحال بحال خصوصا خصك تشوف اثناء الرقيه الشرعيه اثناء الرقيه الشرعيه باش كت باش كترقي داك المريض عليه واحد الاعراض تما غادي تعرف الاعراض واش عنده عين او عنده حسد او عندهم بجوج عنده عين وعنده حسد هذا بالنسبه بالنسبه للعلاج ديالو غادي يكون عنده اغتسال وغادي يكون عنده دهن بزيت الزيتون وغادي يكون عنده شرب الماء المرقي هذا هو العلاج ديالو اولا قلنا يشرب الماء المرقي ثانيا الاغتسال بالماء وماء مرق كذلك وثالثا هو الدهن بزيت الزيتون يوميا عمليه تكررها يوميا لمده سبع ايام وأخي واخيرا العزله العزله الدائمه والابتعاد عن الناس فواش انت ما كتفكرش ان واش واش انت كيطرى لك هذا المشكل هذا ولا ما كيطراش لك بالنسبه ملي 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 ما كتنعس ما كتبقاش كتجلس مع اصحابك ما بقيتيش كتجلس مع مورين الدار العائله ديالك ما بقيتيش كتجلس معاها كذلك الصحاب ديالك ما بقيتيش كتربع معاهم وليتي معزول بوحدك واش ما عرفتيش انت مناش كيجيك هذا الشيء هذا من العين والحسد فاذا كان عنده الانسان هذه الاعراض هذه واجب عليه في اقرب وقت انه يفعل واحد الرقيه شرعيه ويكثر من الرقيه الشرعيه ويكثر من الادعيه ديال النبي عليه الصلاه والسلام ديال العين اعوذ بكلمه الله التامه من كل شيطان وهامه ومن كل عين لامه ويقرا الانسان المعوذتان وسوره الاخلاص والفاتحه ام الكتاب شافية كافية وهي سبع المثاني الفاتحة يجب على الإنسان قراءة الفاتحة وآية الكرسي والمؤودتان وصورة الإخلاص إن شاء الله ما غاديش تبقى عندك هاد الأعراض هذا ما غاديش يبقى عندك بإذن الله عز وجل واعلم بأن الرقية استمرار وتكرار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته